أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن تبعات التدهور المستمر للعملة الوطنية وتواصل الاحتجاجات الساخطة جراء هذا التدهور. تواصل العملة الوطنية هبوطها أمام العملات الأجنبية والسخط الشعبي يتزايد. الحكومة ظهرت غير قادرة على وضع معالجات اقتصادية في ظل عدم امتلاكها الأدوات اللازمة وغياب حضورها على الأرض. عضو اللجنة الاقتصادية أحمد غالب قال إن الأزمة ليست اقتصادية فحسب، بل سياسية وأمنية وانعكاس لعدم مقدرة الحكومة السيطرة على مرافقها ومواردها السيادية. من جانبه أكد وزير النقل صلاح الجبواني أن مشكلة العملة هي انعكاس لصراع الحكومة السابق مع التحالف، وإن الهدف من الدفع بالعملة إلى الانهيار هو إسقاط الحكومة وابتزاز الشرعية. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: ما أبعاد تدهور العملة المستمر وانعكاسه على المواطنين؟ وأين دور الحكومة والتحالف لتلافي هذه المشكلة؟ نتابع التقرير التالي ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. مع استدامة الحرب وسعر صرف الريال اليمني يهوي ويصيب سقوطه بشكل خاسف أسعار السلع والخدمات، معادلة كارثية تخنق اليمنيين المعذبين على أيدي ميليشيا الحوثي وتحت قصف ووصاية الحلفاء الأثرياء. وبينهما معا يكتفي المجتمع الدولي بالتعبير عن قلقه وصدمته. وحدها هذه الصور جديرة بإحراج الضمير الإنساني الموغل في سواده، ودونه اليمني يكابد مرارة الحرب وتداعياتها الفظيعة في يومياته. تقول مصادر مصرفية في عدن وصنعاء إن الريال اليمني تجاوز حاجز 700 ريال للدولار الواحد، وأن المستويات العامة لأسعار السلع والخدمات ارتفعت مجددا ولحقت بسعر الصرف. لن يتوقف السعر عند هذا الحد بحسب اقتصاديين، فالتحذيرات تتوالى من أن الريال مرشح للانهيار بشكل أكبر، وأنه من المرجح أن يصل سعر الدولار خلال اليومين القادمين إلى 800 ريال على الأقل نظرا لازدياد الطلب على العملة الأجنبية في السوق المحلية. التحالف المعول عليه إنقاذ العملة اليمنية لم يحرك ساكنا، بل اكتفى بالحديث عن وديعته السابقة التي لم تظهر نتائجها على صعيد وقف الانهيار. يأتي هذا التراجع المخيف بالرغم من حزمة الإجراءات التي أعلنتها الحكومة في النصف الأول من الشهر الجاري، إجراءات تضمنت تغطية الاعتمادات المالية اللازمة لاستيراد المواد الغذائية الأساسية ورفع نسبة الفائدة على الودائع والمستندات بنسبة 27% لشهادات الإيداع وبنسبة 17% للسندات الحكومية. أعقب ذلك قرار الحكومة بصرف زيادة تصل إلى 30% لمرتبات موظفي الدولة، لكن هذه الرواتب لا تحضر إلا في تصريحات المسؤولين الحكوميين ولا تصل إلى جيوب الموظفين خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. تلك الإجراءات يقول اقتصاديون لا معنى لها في ظل معركة يخوضها الريال وحيدا مكشوف الظهر، حيث لا حكومة في الميدان تستند عليها دعاوي الإصلاحات ولا وجود على الأرض يطمئن الناس لمعالجاتها ولا موارد مالية يستعين بها، فالموانئ وحقول النفط والغاز الواقعة معظمها في مناطق الشرعية معطلة بفعل التحالف والجماعات المنفلتة. مجددا ترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة، كما أرحب بمن ينضم إلينا دكتور محمد حلبوب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي. أهلا بك دكتور. إذا انهيار مستمر للعملة وسخط شعبي يتزايد، إلى أين تمضي هذه الأزمة كما تراها؟ انهيار العملة كان متوقع، وهو تقريبا كل عام في مثل هذه الأوقات تحصل هناك زيادة كبيرة في الطلب على المشتقات النفطية وبالذات على الديزل، وذلك نتيجة توقف الأمطار وحاجة المزارعين وبالذات يعني مالكي مزارع القات إلى سقي أراضيهم، وبالتالي هم مضطرون لشراء سعر الديزل بأي سعر كان. هذه الحالة في كل عام كان يواجهها البنك المركزي بضخ ما لا يقل عن 200 مليون دولار خلال فترة قصيرة، وهو حالة موسمية أو ظرف موسمي، وكان صندوق النقد الدولي يساعد اليمن في مثل هذه الحالة باعتبار هذه أحد مهامه. في هذا العام يظهر بأن لا البنك المركزي كان على استعداد، على الرغم أنه كان عارف لهذا الموضوع، ولا الحكومة عملت أي استعداد نتيجة لعدم وجود مطبخ لديها كافي ولا هو مجرب، ولا التحالف ساعد، بل زاد الطين بلة
عندما قام بطرد أكثر من 440 ألف يمني، حولوا تحويلاتهم في شهر 6 و7 جزء منها إلى اليمن، وأدت إلى استقرار سعر الصرف. والآن بعد أن انقطع هذا المورد الأخير حصل ما حصل، والتوقعات تسير بأنه سيستمر أسعار الصرف وسوف يستقر بين 750 إلى 850. يعني هذه الأزمة الموسمية كانت تعالج في الأعوام السابقة أو كان يتم توقعها في الأعوام السابقة، ما كانت الحلول التي كانت تتخذ في ذلك الوقت دكتور؟ الحلول كانت معروفة و يعني تقريبا مكررة، وهي أنه يتم شراء العملة في شهر 6 و7 وبداية و8، فيتم شراء العملة نتيجة تراكمها بسبب عودة المغتربين لقضاء أوقات الإجازة في اليمن، فيحصل كمية كبيرة من العملة متواجدة في السوق، يقوم البنك المركزي بشرائها ووضعها كاحتياط إلى أن يأتي شهر 9 و10، يقوم بإنزال هذه العملة التي جمعها في شهر 6 و7 و8. كانت هذه الآلية تقريبا آلية ناجحة، وكان يتم استخدام الاحتياطي الذي كان تحت سلطة البنك المركزي مباشرة من في هذه الفترة، ويتم تعويض هذا النقص الذي يحصل في الاحتياطي خلال فترة لاحقة عندما تستقر الأسعار. طيب لماذا لم يحدث هذا الأمر هذا العام برأيك أو كما ترى؟ هذا العام بسبب ارتباك البنك المركزي وعدم يعني استعداده لمثل هذه الحادة، على الرغم أنه أنا شخصيا مع الأستاذ الدكتور محمد زمام قد تناقشنا وكاننا عارفين أنه في شهر 10 سوف تحصل هذه الأزمة الكبيرة، ووعد وقال أنه سوف يعمل كل الإجراءات، لكن هو مقلول الأيدي، هو لا يستطيع الآن أن يسحب 200 مليون دولار وينزلها إلى السوق لشراء العملة المحلية كما كان في السابق، لأن الاحتياطي تحت وراء عدة أبواب، فهو وراءه البنك الأهلي السعودي، وراءه أيضا وزارة الخزانة في السعودية ومؤسسة النقد في السعودية وإلى آخره. يعني الإجراءات من أجل سحب أي مبلغ من الاحتياطي إجراءات طويلة وتحت قيود كثيرة، وبالتالي هو لم يتمكن ولم يستعد منذ فترة طويلة. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا دكتور، أرحب بمن ينضم إلينا من أنقرة الباحث الاقتصادي حسام السعيدي. لعلك سمعت سيد السعيدي حول حديث الدكتور حلبوب، كيف ترى أنت يعني مستقبل الوضع بالنسبة للعملة، وهل الإجراءات التي تعلنها الحكومة وربما كان هناك توجيه لرئيس الجمهورية لابتكار حلول لحل الوضع الاقتصادي، كيف ترى خطوات الحكومة في معالجة الوضع الذي وصلنا إليه؟ اهلا وسهلا بكم. انا اتفق الى حد ما مع ما طرحه الدكتور. في احد اعلانات البنك المركزي تحدث عن توفير اعتمادات مستنديه تصل الى قرابه 72 مليون دولار، ولكنه ايضا تحدث عن اليه، عن انه ان البنك المركزي قام بايجاد اليه لتسريع عمليه اعتماد المبالغ للبنوك، ومع الاسف بالرغم من أنه الإعلان عن تسريع تمتد إلى 10 أيام هذه العملية، والحقيقة هذا يعني أنه على البنك المركزي قبل أن يصدر بالفعل يعني الاعتمادات المستندية عليه ينتظر كثيرا حتى يعني لا يستطيع التدخل بشكل مباشر. هذا ما تم الإعلان عنه، ربما هناك أمور في الخفاء لا نعلمها يعني بطبيعة الحال. طيب بالنسبة لإجراءات الحكومة في سياق متابعة هذه الأزمة ومحاولة علاجها، هل ترى نوعا من الانفراج في سياق أن هذه الحلول ستقوم بالتخفيف من وطأة الأمر؟ الحكومة حتى الآن تبدو متخبطة، والسياسة المالية تقريبا شبه متوقفة، ولا توجد حلول، يعني الحلول التي تقدم الآن هي من طرف البنك المركزي، ولذلك هي تبقى يعني مكسورة الجناح كما يقال، يعني لأن السياسات يجب أن تكون متضافرة معا، السياسة المالية والنقدية. محاولة البنك المركزي لن تحد طبعا بطبيعة الحال، لأن حتى الاعتمادات المستندية التي تم تقديمها هي تعتمد فقط السلع الغذائية، ولا تستطيع حتى توفيرها بشكل كامل يعني مع الأسف. وهناك البقية الكثير، وأهمها المشتقات النفطية التي أصبحت شبه معدومة اليوم في كافة أنحاء البلاد،
وهذا طبعا إلى إضافة إلى إغلاق المحلات وإغلاق محطات الوقود وشد ما يشبه الإنسان المدني كامل بشكل غير مباشر بسبب اضطراب السوق، اضطراب غير يعني اضطراب كبير الحقيقة. وفي تصوري أن الحكومة حتى الآن ما تزال متخبطة، ونرى اجتماع وراء اجتماع ويخرج بنفس الكلمات المطاطية، لا توجد خطوات مباشرة. رأينا تصريح من قبل عقب اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء، وكانت هذه هي النتيجة في النتائج التي تم الخروج بها في الغالب متعلقة بعمل البنك المركزي نفسه وليس الحكومة نفسها. وبالتالي أنا في تصوري الحقيقة أن الحكومة غير قادرة على التدخل بشكل مباشر هي الأخرى، بسبب أن الحكومة هي الأخرى لا تستطيع التحكم بمواردها، أو ربما حتى أن الخزينة الحكومية شبه فارغة من العملات الصعبة بسبب توقف الكثير من الإيرادات التي كانت أو يجب أن تكون مصادر رئيسية للعملات الصعبة. وبالتالي فإن الحكومة هي الأخرى، حتى في مخرجات اللقاءات والاجتماعات الحكومية تعود بتوجيه الدفة باتجاه البنك المركزي، وهو الآخر الذي يعاني أيضا من مشاكل مختلفة. وبالتالي كقراءة أولية أنا أرى بأن الحكومة حتى الآن لا تستطيع التدخل بشكل كبير، وهذا طبعا له مسبباته وله أيضا نوع من أنواع الفشل الحكومي مع الأسف في إدارة العملية الاقتصادية بشكل عام، خاصة ما يخص العملية الاقتصادية. أتحدث هنا بالضبط عن السياسات المالية التي شبه متوقفة، والحكومة يبدو أنها غير قادرة على تنفيذها في الأجل القصير مع الأسف. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيد السعيدي. أعود إلى دكتور حلبوب. دكتور، يعني في سياق الحديث عن وضع السياسات الاقتصادية والمالية، عادة ما يكون للبنك المركزي ومحافظ البنك المركزي الاستقلالية التي تتيح له العمل بشكل كبير. هل ترى أن هذا الأمر موجود في الحالة اليمنية، أم أن كما هو الأمر كما أن رئيس الجمهورية مكبل، فهناك أيضا قيود على عمل محافظ البنك المركزي؟ محافظ البنك المركزي مقيد من اتجاهين، من جانب خارجي ومن جانب داخلي. في الجانب الخارجي هو غير قادر على التصرف بأي أموال يعني تتواجد لديه بما فيها الاحتياطي، لأنه يحتاج إلى إجراءات كثيرة مع الجانب السعودي حتى يتم الصرف، وما تم الإعلان عن صرفه من الاحتياطي هو مبلغ تافه جدا مقارنة بالأزمة، وهو 34 مليون دولار، وهو لا يغطي يعني نسبة حتى 15% من الطلب. وأيضا البنك المركزي مقيد من الداخل أو ذاتيا، وذلك بسبب عدم وجود مطبخ يقوم بـ يعني من خلال الإحصائيات، من خلال الدراسات، من خلال وضع استراتيجيات وأسس يتم تطبيقها لاحقا. يعني البنك المركزي أيضا يتعامل مثله مثل الحكومة، مثله مثل الجهات الأخرى، يعني أول ما تحصل المشكلة يفكر في علاجها، وهذا الوقاية غير متوفرة يعني في جانب البنك المركزي. البنك المركزي طبيب يعني جديد، وغير يعني هو الآن سلبت حتى صلاحياته إلى اللجنة الاقتصادية. اللجنة الاقتصادية جاءت متسرعة وصرفت روشتة مكونة من 15 نوع من أنواع العلاج. هذا العلاج لا الولي أمر المريض قادر على شرائه، ولا المريض قادر على يعني تناوله. يعني الوضع كله في حال دربكة كبيرة. كان الأمل في اللجنة الاقتصادية، لكن بكل أسف اللجنة الاقتصادية فشلت لأنها تسرعت وأصدرت 15 نوع من أنواع العلاج، بعض الأنواع الأدوية غير لا داعي له مثل رفع سعر الفائدة. يعني كان إجراء غير موفق ولا داعي له، توقيته غير مناسب، وكان يمكن تأجيله إلى وقت لاحق، بالإضافة إلى صرف يعني أنواع مختلفة من الأدوية المالك غير قادر على شرائها، يعني مكلفة بشكل كبير جدا، أو إنها هو وضعه الأمني أو وضعه الإداري غير قادر على تنفيذها. طيب، يعني في سياق الحديث عن المتسبب، يعني ما يتسبب بهذه الأزمة، ولا تملك الحكومة واللجان اللجنة الاقتصادية وكذلك البنك المركزي عمله، أسألك أستاذ السعيدي، ما هي المسؤولية هنا تجاه التحالف وكذلك أمام أيضا سلطة الحوثيين التي تملك الكثير من موارد الدولة وتسيطر
في منطقة واسعة تعد شريان مهم بالنسبة للاقتصاد الوطني؟ حقيقة المسؤولية مشتركة، تبدأ بالنسبة للسلطات الحوثية، هي تدخل هناك طرف مدمر لا يهمهم الحقيقة السيطرة على سعر الصرف أو إلى آخره، ما دام أن المسؤولية مباشرة ملقاة على الحكومة ويتحدثون ببراءة الذئب كما يقال. الحوثيون أيضا يقومون الحقيقة بعمليات مضاربة واسعة في السوق، استهداف، عمليات إثراء، يعني عندما تحدث أي مشكلة فتش عن الحوثيين وعن الأموال الخفية التي يديرونها داخل الاقتصاد، خاصة أنهم أيضا يمتلكون جزء كبير من العملات الصعبة القادمة عن طريق المغتربين الذين يحولوها بصيغة غير رسمية أو بصورة غير رسمية إلى مناطق التكتل السكاني الكبير التي تخضع لسيطرة الحوثيين مع الأسف. وبالتالي الحوثيين بشكل أساسي هم عمل مدمر في العملية الاقتصادية، وعملهم التدميري أو التخريبي في عمليات المضاربة وعمليات الإثراء على حساب قوة المواطن مستمرة وممنهجة. أما بالطرف الآخر الحقيقة بالنسبة للتحالف هو يضع عراقيل مع الأسف، يعني الإعلان عن الوديعة أيضا، لا الإجراءات والترتيبات التي وضعها التحالف تعيق أيضا عمل البنك المركزي، وبالتالي فإننا نرى تصريحات مباشرة ولكن الآليات التنفيذية لهذه التصريحات معقدة. وبجهة أخرى أيضا هناك تقييد للعمل الحكومي وهناك إعاقة للدور الحكومي أحيانا. طيب في هذا السياق أستاذ حسام، كيف يفهم إذن التصريحات؟ يعني عندما أعلن عن الوديعة كانت هناك ترحيب، يعني تصريحات ترحيبية وتبشيرية كثيرة من المسؤولين الحكوميين الذين الآن يبدو أنهم يعني بتصريحات وزير النقل وكذلك أعضاء في اللجنة الاقتصادية يحاولون الخروج من هذه المسؤولية، بينما عندما تم الإعلان عن الوديعة السعودية لم يكونوا واضحين بشكل كبير كما تتفضل أنت الآن كيف ستصل هذه الأموال؟ كيف يمكن صرفها؟ ما هي الآلية التي سيتم التعامل معها فيها؟ كيف يفهم هذا الأمر؟ التصريحات الحكومية ضبابية، حتى التصريحات التي أدلى بها الأخ وزير النقل هي تشير من جهة بعيدة، أنا لم أستمع إليها ولكن قرأت إلى بعض الأخبار، هي لا تشير بصورة أساسية، والحكومة ربما تتجنب الحقيقة الإشارة إلى نقاط معينة وتوضيح هذا الرأي العام، وتحاول أن تضع تقترب من الصورة لكنها لا تضع المشاهد أو المتابع أو المواطن في الصورة الحقيقية للوضع. الحقيقة هناك كانت تصريحات سابقة ربما أنا شخصيا قرأتها على أساس أنها محاولة لطمأنة السوق أو المتعاملين في سوق الصرف والبنوك والشركات في حينها، وربما استمعتم أن من رئيس البنك المركزي السابق أو محافظ البنك المركزي السابق عفوا أن الأموال ستحول إلى حسابة البنك المركزي، وهذا الأمر حتى الآن غير صحيح ولم يتم. ربما تلك التصريحات في وقتها كانت تدخل في جانب طمأنة السوق ومحاولة السيطرة على الذعر والهلع الذي كان موجود، لكن في نهاية المطاف يجب أن تقول الحكومة ما الذي يعيقها بصورة نقاط واضحة وشفافة. هذه الضبابية هي تضع الحكومة في موضع المساءلة وتضعها تحت الجلد أمام الرأي العام، وبالتالي طبعا هذا لا يعفي الحكومة من أن هناك تقصير فعلا، لكن أيضا بالمقابل يجب أن تكون الأوضاع شفافة، وهناك اعتبارات سياسية ربما نتفهمها أيضا بهذا الخصوص، لكن بالمقابل الرأي العام يحتاج إلى أن يعرف اليوم، لا نريد تصريحات ضبابية وإنما نريد شفافية في التعامل مع الوضع الاقتصادي، نريد أن يكون الوضع الاقتصادي إلى حد ما يحظى باهتمام فعلي وأن يبعد إلى حد ما عن المماحكة السياسية بتفاهمات معينة، يجب أن تعقد التفاهمات مع جانب التحالف في الجانب الحكومي بحيث أن المماحكات السياسية يجب أن لا تكون على حساب المواطن وتبيع المواطن وحساب أيضا الأعمال الاقتصادية. اليوم المواطن يجوع ولا يجد قوت يومه ولا يجد أيضا من يخبره ما الذي يجب عليه فعله أو من يهتم بأمر هذا المواطن. على الأسف الشديد التصريحات الحكومية تصريحات غير واضحة ولا تقدم حلول، وكما قلت ربما هي الحكومة أيضا باعتبارات مختلفة مقيدة وغير قادرة على التدخل. طيب في هذه النقطة أستاذ حسام،
في هذه النقطة دعني أسأل الدكتور محمد حلبوب، يعني عضو اللجنة، دكتور محمد عضو اللجنة الاقتصادية أحمد غالب يقول إن الأزمة ليست اقتصادية فحسب بل سياسية وأمنية وانعكاس لعدم مقدرة الحكومة السيطرة على مرافقها ومواردها السيادية. وزير النقل يقول إن مشكلة العملة هي انعكاس لصراع الحكومة السابق مع التحالف. هل هذه التصريحات تحاول الحكومة الخروج واللجنة الاقتصادية الخروج من المسؤولية فيها، أم أن الأمر حقيقي خاصة مع الحديث على أن هناك عدم شفافية من قبل الحكومة في الحديث عن الكثير من الموارد التي اعتادت البلاد على الحصول عليها مثل النفط وعملية تصدير النفط التي تجري الآن؟ ما قاله الأستاذ أحمد غالب بخصوص أن الأزمة كبيرة وهي أزمة سياسية واقتصادية وأمنية، هذا كلام معروف منذ فترة وشيء متداول وتم تكراره. السؤال كان لماذا الآن، لماذا الآن في هذا الوقت في نهاية شهر 9 تم هذا الانهيار وهذا الانهيار متسارع؟ لماذا لم تكن اللجنة الاقتصادية يعني تقوم بعمل تحاليل، تقوم بعمل دراسة، تقوم أولا كما يعالج الطبيب أي مريض، أولا يعطيه يعني إبرة مهدئ ثم بعد ذلك يرسله إلى المختبر من أجل الفحص، ثم بعد ذلك يحدد المرض ويصرف العلاج حسب الحاجة. لكن ما تم هو لماذا الآن يعني تم التدهور بهذا الشكل الكبير، وكيف يمكن إيقاف هذا التدهور؟ موضوع أنها أزمة سياسية اقتصادية أمنية عسكرية، هذا كلام عارفينه من سابق، يعني ليس جديد. بخصوص أنه هذا ما قاله وزير النقل، أنا أتفق مع وزير النقل أنه هناك استفادة من هذه الثغرات التي تتركها الحكومة ويتركها البنك المركزي أو لا يقوم بالاحتياط لها من أجل استخدام الضغوط الاقتصادية على الرئاسة من أجل القبول بخطة كيري، وكذلك على الحوثيين من أجل القبول بالتسوية، وأيضا الضغط على الشعب بشكل كامل حتى يكون جاهز للتسوية ولا تظهر هناك اعتراضات كبيرة. هذا شيء طبيعي. طيب ما هي الحلول إذن دكتور؟ يعني هل هناك مخرج من الوضع أو من ألا يتدهور الريال بشكل أكبر، وأن تقول أنه قد يصل إلى 850 أمام الدولار؟ عندما يأتي المريض أولا يجب أن نعطيه حقنة مهدئة أولا حتى يتم الحفاظ عليه وحتى لا يرتفع الضغط ويتوفى. فأول إجراء يجب اتخاذه هو أن تعطى حقنة بما لا يقل عن 200 مليون دولار يتم إنزالها من قبل البنك المركزي لشراء العملة اليمنية، يعني شراءها ب 850، شراءها ب 800، شراءها ب 700، يعني يقوم البنك المركزي بشراء العملة من السوق، وبالتالي ستنخفض فيشتري أكثر ثم تنخفض، وهكذا يبدأ التهدئة. يجب أولا أن نعطي للمريض مهدئ، وهذا المهدئ هو لا يقل عن 200 مليون دولار من أجل إيقاف حتى لا يموت المريض، هذا أولا. بعد ذلك يتم تحليل الأوضاع ومعالجة الأمراض العديدة الموجودة في جسد هذا المجتمع، وذلك بالأولويات، يعني يجب أن نبدأ نعطيه مضاد حيوي وبعد ذلك مقويات وبعد ذلك فيتامينات وهكذا. يعني العلاج بالوضع الاقتصادي يشبه تماما العلاج المريض في جانب صحي، يجب أن يكون هناك تدرج. أما أن نعطيه 15 دواء دفعة واحدة، بعض الأدوية هي تتناغم مع أدوية أخرى وبالتالي تكون النتائج سلبية، فهذا كان قرار خاطئ وتسرع في غير محله من قبل اللجنة الاقتصادية التي بكل أسف كان الأمل عليها، والآن انهارت مصداقيتها ويعني هيبتها أيضا انتهت، وبالتالي لم يعد أحد يصدقها لأنها استعجلت في وضع المعالجات. أشكرك إذن دكتور محمد حلبوب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، وكذا الباحث الاقتصادي الأستاذ حسام السعيدي كنتما معنا في هذه الحلقة، كما والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.